في المرة القادمة التي تستعد فيها للذهاب للعمل، ألقِ نظرة على قميصك المفضل. جميع ثقوب الأزرار مخاطط عمودياً، ولكن تحقق من الثقب الأخير. تمت خياطته أفقياً، أليس كذلك؟ هذا لأن الجزء السفلي من القميص يتحمل أكبر مقدار من الشد، لأنه موجود على مستوى الوركين. ولهذا فإن الثقب الأفقي ليس خطأ، بل موضوع لحماية قميصك من التمزق أثناء تحرك وركيك. هذه الطبقة من الفقاعات التي تتشكل عند بدء الاستحمام ليست من أجل المتعة فقط، بل تعمل طبقة الفقاعات هذه كطبقة عازلة تحافظ على حمامك دافئا لفترة أطول. لم توضع هذه الكرة المنفوشة فوق القبعة كشيء من الموضة، لقد وضعت في الأساس لحماية البحارة من ارتطام رؤوسهم بأسقف السفن التي كانت شديدة الانخفاض. يحتوي البسكويت المملح على شقوق تمنعه من التشقق والتكسر أثناء الخبز، فلو لم تكن الثقوب موجودة لتراكم البخار داخل البسكويت وأدى إلى تفتته. هذه الأرقام الموجودة على الملصقات التي توضع على البرتقال ليست عشوائية. إذا كان الملصق يحتوي على 4 أرقام أولها 3 أو 4، فهذا يعني أن الفاكهة نمت بتقنيات الزراعة التقليدية. أما إن رأيت 5 أرقام أولها الرقم 8، فذلك يعني أن البرتقال معدل وراثياً، بينما تشير 5 أرقام التي تبدأ بالرقم 9 بأن الفاكهة عضوية. لم تخصص الهوامش الموجودة على الورق للترقيم وكتابة التاريخ، لقد أضيفت في الأصل من أجل الحماية. في الماضي، شكلت الفئران مشكلة كبيرة في منازل الناس، وكان الورق من بين الوجبات الخفيفة المحببة لها، وقد أضيفت الهوامش كإجراء وقائي، إذ تقدم الفئران الورق الفارغ بدلاً من قضم كتاباتك الهامة. إذا أخذت طلباً خارجياً من مطعم صيني ووضعت الطعام عند وصوله في طبق عادي، فأنت تقوم بأكثر مما ينبغي عليك فعله، تماماً كما هو الحال مع العلب الورقية للصلصات. في مطاعم الوجبات السريعة يمكنك فتح صندوق الطعام الصيني المصنوع من الورق المقوى ليصبح طبقاً يناسب طعامك. صممت زجاجات المشروبات الغازية بعنق طويلة لتشجيعك على الإمساك بها من ذاك المكان، وهكذا ستعمل حرارة يدك على تسخين الجزء العلوي من الزجاجة فقط بدلاً من تسخين المشروب بالكامل. لماذا تحتوي طية صدر السترة على عروة دون وجود زر مطابق لها؟ كان في المعاطف والسترات أزرار مناسبة في الأصل حتى يتمكن مرتدوها من رفع الياقات وربطها حول الرقبة للتدفئة، ومع مرور الوقت توقف الأشخاص عن القيام بذلك وأزيل الزر، لكن بقي العديد من مصنعي البدلات يضعون العروة التقليدية دون أن تستخدم. من الصعب أن ترى طعامك أثناء وجوده في الميكروويف بسبب تلك الشبكة السوداء المزعجة الموجودة على النافذة، ولكنها موجودة لمنع أشعة الميكروويف من الخروج. يطلق على هذه الشبكة اسم قفص فاراداي، وهو يحميك ويضمن لك طهي طعامك بشكل صحيح. يطلق على شكل الماسة الموجود على حقيبة ظهرك العروة الجلدية، وهي موجودة حتى تتمكن من ربط الحبال في الثقوب لحمل معدات إضافية. إن فائدتها كبيرة عند التخييم أو التنزه لمسافات طويلة. تغطى كرة الجولف بنقرات صغيرة بدلاً من أن تكون مستديرة تماماً لتطير الكرة في الهواء بسلاسة أكبر، مما يقلل السحب عليها ويسمح بالتحليق لمسافة أبعد وبشكل أسرع. تحتوي قطع إسفنج المكياج على وجهين مختلفين لسبب. يستخدم الجانب ذو النتوءات لوضع المكياج، بينما يستخدم الجانب المسطح لإزالته. تحتوي الدونات على ثقوب لتنضج من الداخل والخارج بالتساوي. قبل وضع الثقوب كانت تنضج أكثر من الخارج، فيما يظل العجين رطبا من الداخل. هناك العديد من الأشياء المدهشة التي يمكنك القيام بها مستخدما مواد وأغراض عادية مخصصة في الأصل لأمور أخرى مختلفة تماما. سنكتشف اليوم عددا من هذه الأغراض إضافة إلى أدوات يومية أخرى لها وظائف أخرى قد تكون تجهلها. أنا أيضا في حالة مزاجية سيئة، لذا هيا دعونا نقضي وقتا ممتعا معا. تحتوي العديد من مقاصات المطبخ على فتحة مسننة في موضع التقاء المقبض بالشفرتين. يمكنك استخدام هذه الفتحة لتجريد أوراق الأعشاب ذات العيدان الصلبة كالزعتر وإكليل الجبل والثوم المعمر. توفر عليك هذه الطريقة الكثير من الوقت عوضا عن نزع أوراقها بيديك،
وإن لم تكن لديك مزهرية فيمكنك تقديم الورود إلى شريكك باستعمال هذه الأداة. انتبه فقط إلى اتجاه الشوك فيها. يمكن قلب عروة علبة الكولا المعدنية لوضع المصاصة بداخلها، وبالتالي لن تضطر إلى الإمساك بها بفمك. حلت هذه العروة محل عروة سحب القديمة التي صنعت في أوائل الستينيات، أنت تتذكرها أليس كذلك؟ كانت حادة جدا، وقد يكون من السهل نزعها مما يشكل خطرا على سلامة الغير. والآن يمكنك وضع المصاصة داخل العروة مباشرة، وهذا يعني أيضا أن بإمكانك صنع بعض الفقاعات وإحداث الفوضى. تحصل أحيانا عند شراء قطعة من الملابس على كيس بلاستيكي صغير به زر إضافي وقطعة من القماش. لا شك أن بإمكانك استخدام قطعة القماش هذه كرقعة لملابسك، ولكن يمكنك استخدامها أيضا لاختبار تأثير المنظفات على قطعة اللباس تفاديا إتلافها أثناء غسلها، كما يمكن استخدامها أيضا لاختيار طور الغسيل الأنسب لها. من جهة أخرى، هناك من يقول إن بوسعك استخدامها كمنديل لتنظيف أنفك. يمكنك استخدام مفك البراغي لرفع الأشياء إن كنت تواجه مشكلة في رفع شيء أو تحريكه. تملك بعض المفكات أيضا قبضات سداسية الشكل تناسب مفاتيح الربط، حيث يمكنك استخدامه لتحسين عزم الدوران وللرفع أيضا. تمنح هذه الطريقة يداك بعض الراحة، فالبعض منا ليسوا أقوياء بما يكفي للقيام بمهام كهذا، أو ربما كنت أنا فقط. تعتبر الأربطة المطاطية رائعة للعديد من الأمور. إن كان لديك زجاجة يصعب فتح غطائها، فيمكنك لف الرباط المطاطي حولها للحصول على قبضة أفضل. توجد فرش سوداء ناعمة وخطوط صفراء على جانبي السلالم المتحركة للغاية نفسها، منع الناس من الاقتراب كثيرا من أماكن الخطر. ففي بعض الأحيان قد لا يكون الشخص منتبها، أو قد يعلق جزء من ملابسه في نقطة التقاء الدرجة بالحافة، لذا تعد الفرشاة عائقا صغيرا يساعد على تجنب حدوث ذلك، كما أنها تمنع الأشياء الصغيرة الأخرى من السقوط في الفجوات الجانبية. يتوفر بنطالك الجينز بالعديد من المزايا الوظيفية، نذكر منها تلك الدبابيس المعدنية الصغيرة المحيطة بالجيوب، حيث تثبت الأماكن التي تتعرض إلى الضغط، مما يضمن بقاءها لفترة تزيد عن الأمد المتوسط بقليل، علما أن هذه الدبابيس تغيب في بعض بناطيل الجينز. لكن الكثير منها تتوفر على جيب صغير فوق الجيب الرئيسي. الغاية الأساسية من هذا الجيب هي حفظ ساعة الجيب، ولكن رغم عدم استخدام هذه الساعات في وقتنا الحالي، إلا أن هناك الكثير ممن يستخدمون هذه الجيوب لحفظ القطع النقدية أو الخواتم أو ذاكرات USB. قد تكون الفائدة من الأخاديد الموجودة على إطارات السيارات بدهية، وهي مساعدتها في الثبات على الطريق، لكنها مؤشر أيضا عما إذا كان إطار السيارة متآكلا أم لا. فإن لاحظت بأن هذه الشقوق لم تعد عميقة ويكاد قعرها يلامس الطريق، فتلك علامة على أن استبدال الإطار صار ملحا. وإن لم تتجاوب مع هذه الرسالة، فقد تفاجأ في المرة القادمة التي تحاول فيها التوقف عند إشارة حمراء بتحول سيارتك إلى وضع التزلج على الجليد. لم تصمم علب الوجبات الجاهزة المرتبطة بالمطاعم الصينية لنقل الطعام إلى المنزل فحسب، بل لحفظه في الثلاجات أيضا، كما أن بإمكانك تحويلها إلى طبق وتناول الطعام منها مباشرة دون أن تتسخ أطباقك. رائع! سجلت براءة اختراع ههذه العلب عام 1894 لنقل المحار المقشر حديثا، وكانت تعرف باسم دلاء المحار، ثم عدلت لاحقا لاستخدامها كعلب طعام مانعة للتسرب. أثناء جلوسك على متن الطائرة والنظر من النافذة، ربما لاحظت تلك الثقوب الصغيرة، أو قد ترى أحيانا فتحة صغيرة واحدة قرب قاعدة النافذة. يسمى هذا الثقب بثقب التنفس، لكنه ليس مخصصا لك، إنه مصمم لموازنة الفرق في ضغط الهواء المتراكم بين المقصورة المضغوطة والجو في الخارج، خاصة عندما تحلق الطائرة على ارتفاعات كبيرة، كما أنه يخرج الرطوبة من بين الألواح الزجاجية تجنبا لتشكل الصقيع على النوافذ وحجب هذا المنظر الجميل. يبدو أنك لن تتمكن من رسم وجه مبتسم على نافذة طائرة مهما حاول. صنع أول مشرط قاطع في العالم في اليابان عام 1956. هذا رائع! لقد استلهموا فكرته من الصفوف المكسورة من ألواح الشوكولاتة، لكن إياك والخلط بينهما، فالمشرط ليس شهي المذاق على الإطلاق. عندما يتعلق الأمر بأشرطة القياس المعدنية، فستجد في طرف كل شريط تقريبا فتحة فارغة تسمى مساكة المسامير. يمكنك استخدام هذه الفتحة لتثبيت براغي أو مسمار، وهي مفيدة لأخذ القياسات دون الحاجة إلى مساعدة من أحد. مفيدة جدا!
ما هو الشيء المشترك بين كل الزجاجات؟ العنق الطويل. هل فكرت في السبب من قبل؟ هناك عدة أسباب لذلك، ولا يتعلق أي منها بالحيوانات طويلة العنق كالزرافة والنعامة. أولاً، هل صببت من قبل سائلاً من برطمان واسع إلى كوب؟ قد تكون عملية صعبة، لأن الماء يميل إلى الالتصاق بالأسطح الواسعة ثم ينسكب على الأطراف، والسبب فيزيائي محض. يميل الهواء والسائل إلى التدفق ملاصقين لسطح ما، وتسمى هذه الظاهرة تأثير كواندا التي تصعب صب السوائل، فجزيئات السوائل تنجذب إلى سطح البرطمان. السبب الآخر هو التوتر السطحي، الذي يعني أن جزيئات السوائل تميل إلى الالتصاق ببعضها البعض بدلاً من الانتشار في الهواء، وبالتالي تبقى جزيئات الماء مجتمعة وتتدفق سوياً ملاصقة للسطح بدلاً من الكوب الذي تريد صب الماء فيه. تساعد العنق الطويلة على صب المشروب من الزجاجة لأن هناك مساحة سطح تدفق السائل أقل. وهناك سبب ثاني عملي، يتطلب صنع العنق الضيق مقداراً أقل من المواد الخام وغطاءً أصغر للزجاجة. هكذا يمكن خفض تكلفة صنعها. وإليك سبباً ثالثاً، تمنعك العنق الطويلة من تدفئة المشروب. إذا لم يكن للزجاجة عنق طويل، فمن المرجح أنك ستمسك بها من منتصفها حيث يوجد السائل بكلتا يديك، مما سيتسبب في تدفئة السائل بسرعة، على عكس إمساك الزجاجة من العنق الذي يقلل مقدار التبادل الحراري بينها وبين يديك، فيحافظ مشروبك على حرارته لمدة أطول. إذا كنت تستخدم زجاجات قابلة لإعادة الاستخدام، فلابد أنك تعرف أن رائحتها تصبح كريهة أحياناً، حتى لو كنت تستخدمها من أجل الماء فحسب. لكن ليس الماء هو المسؤول عن الرائحة الكريهة، بل هي الكائنات الدقيقة الموجودة فيه. إذا شربت الماء من الزجاجة، تبقى تلك الكائنات الضئيلة من لعابك وعرقك فيها، وتتراكم تلك البكتيريا بداخل الزجاجة. لذا إذا كنت تفضل الزجاجات القابلة لإعادة الاستخدام، فعليك التأكد من غسلها كل يوم لمنع تراكم تلك البكتيريا، وبعد غسلها اتركها تجف تماما قبل استخدامها مجددا. يعيد بعض الناس استخدام الزجاجات البلاستيكية، لكن هذا ليس آمنا دائما، لأن أغلبها مصنوع لأجل الاستخدام الواحد. المشكلة الكبرى هنا هو حدوث رشح كيميائي، أي يمكن للكيماويات المستخدمة في صنع الزجاجة الاختلاط بالسائل. إذا كنت تعيد استخدام الزجاجات البلاستيكية، قد ينتج عن الاستخدام المتكرر خدوش دقيقة بالداخل تشكل مرتعا للمزيد من البكتيريا. لذا إذا كنت لا تحب رمي زجاجاتك وتفضل استعمالها طويلا، استثمر في زجاجات مخصصة للاستخدام المتكرر، لكن لا تنسى غسلها كل يوم. ظهرت بناطيل الجينز لأول مرة عام 1873 على يد كل من جيكوب ديفيس وليفي شتراوس. كان ديفيس خياطا يصنع الأغطية والخيم، أما شتراوس فكان تاجر أقمشة وسلع أخرى. صنع ديفيس أول بنطلون جينز من قماش الدينم الذي اشتراه من شركة ليفي شتراوس، وحصل سويا على براءة اختراع لهذا التصميم. كان اللون الأزرق هو اللون القياسي لقماش الدينم الذي كان يصبغ دائما بهذه الصبغة، وما زال هو اللون التقليدي الذي غالبا ما يتبعه صناع الجينز حتى يومنا هذا. ويحتوي بنطال الجينز أيضا على مسامير معدنية تتميز بها منذ التصميم الأصلي، حيث أضاف الرجل الذي صنع أول بنطلون جينز في العالم جيكوب ديفيس مسامير نحاسية إلى أكثر الأماكن التي تتعرض للتمزق في البنطلون، مثل السحاب وزوايا الجيوب ليجعلها أقوى. أما اليوم فوظيفتها تقتصر على الزينة، حيث تمنح الجينز مظهره المميز. وشيء المميز الآخر في الجينز هو ذاك الجيب الصغير الذي لا يبدو أن له أي وظيفة. حسناً، قد يكون عظيم الفائدة اليوم، لكن منذ عقود عندما كان رعاة البقر يرتدون بنطلونات الجينز، كانت هذه الجيوب مخصصة لحفظ ساعة الجيب. عندها كان للبنطلون الجينز 4 جيوب فقط. هذا الجيب الصغير المخصص لساعة الجيب، وجيبان كبيران في الأمام وجيب واحد في الخلف. نجد في الكثير من السحابات حروف YKK بارزة،
إنه اختصار لعلامة تجارية هي شركة يوشيدا المساهمة للصناعات، وتعد هذه الشركة اليابانية أكبر مصنع للسحابات في العالم، فتضع اسمها على كل السحابات التي تصنعها، أي حوالي نصف عدد السحابات في العالم، ولهذا نجد سحاباتها في كل مكان. ليست بنطلونات الجينز وحدها التي تعرف باللون الأزرق، لكن زي الشرطة أيضا. ظهرت الشرطة الرسمية لأول مرة في لندن خلال القرن 19، وعين لهم زي أزرق اللون لتمييزه عن زي الجيش الأحمر والأبيض. وبعدها بعقدين من الزمن ظهرت الشرطة في الولايات المتحدة فاتبعوا نفس التقليد، وظل الزي باللون الأزرق إلى يومنا هذا لأنه أثبت جدارته، فهو ليس مرئيا أثناء الليل، فتستطيع الشرطة مراقبة الناس دون أن يلاحظهم أحد، كما أن بقع الأوساخ لا تظهر في الألوان الداكنة. ضف أن الجميع يعرفون أن الشرطة ترتدي الزي الأزرق، فلماذا نغير ذلك؟ تتميز كرات الجولف الصغيرة البيضاء بالنقرات التي تغطيها، واتضح أن شكلها هذا ليس عن طريق الصدفة. في البداية كان الناس يلعبون بكرات ملساء، ومع مرور الزمن تتعرض الكرات للاعوجاج والتلف، ومع ذلك تبدأ في الطيران لمسافات أبعد، والسبب هو ديناميك الهواء. تسمح تلك النقرات للهواء بالتدفق بسلاسة أكبر حول الكرة، مما يزيد من مدى طيرانها، لذلك نفذ المتخصصون هذه الفكرة، وأصبحت كرات الجولف مغطاة بالنقرات وصارت تطير لمسافات أطول. يعرض بالملاحظات اللاصقة أن تنزع من الجانب كما لو كنت تقلب صفحة في كتاب، لكن ينزعها معظمنا من الأسفل، مما يجعلها مجعدة وأقل التصاقا. تساعدك الفتحة الموجودة في ملعقة المعكرونة على قياس الحصة المثالية، إنها كافية لشخص واحد، لذا ضاعف الكمية بعدد الأشخاص الذين ستقدم لهم الطعام، أو ربما كنت تفضل تناول الكثير من المعكرونة. هاي، لا شأن لي بهذا. هل يحتوي مقبس الصوت في سماعات الرأس على شريط أو شريطين أو ثلاثة أشرطة؟ يعني الشريط الواحد أن سماعات الرأس تشغل الصوت فقط، ويعني الشريطان صوت الاستيريو، وتعني ثلاثة أشرطة احتواء سماعات الرأس على ميكروفون أيضا. لمنع الماء من الفوران ضع ملعقة خشبية فوق وعاء الطهي، لكن تنجح هذه الحيلة لفترة قصيرة، فإن ارتفعت درجة حرارة الملعقة إلى درجة الغليان سترتفع الفقاعات وتتجمع حولها، لهذا لا يمكن للملاعق المعدنية أن تؤدي هذه الحيلة، إذ ترتفع حرارتها بسرعة كبيرة. يمكن لأكياس هلام السيليكا امتصاص حوالي 50% من الرطوبة في أي مكان مغلق، لذا يمكنك استخدامها في جميع أرجاء المنزل. ألصق كيسا منها على غطاء علبة طعام الكلاب المجفف أو فتات الخبز أو البسكويت أو أي شيء آخر، وضع كيسا في كل درج من أدراج الخزانة. احرص فقط على عدم تناول أحد لهذه الأكياس بالخطأ. تستخدم معظم النساء دبابيس الشعر بشكل مقلوب، يجب أن يكون الجزء المتعرج مواجها لفروة الرأس للحفاظ على ثبات الدبوس في الشعر. صنع بلاستيك التغليف ذو الفقاعات في الأساس ليكون ورق جدران سهل التنظيف، لكن لم تلقى فكرة الديكور تلك رواجا فوجدوا له استخداما جديدا، ويستخدم الآن في حفظ الأغراض أثناء الشحن، ونحب جميعا الاستمتاع بفقعه. اسألوا كلبي عن هذا فحسب. تحتوي قطع البسكويت العادي والبسكويت المملح على ثقوب للتأكد من حصول المنتج النهائي على القوام الصحيح. تتيح هذه الثقوب الصغيرة مرور البخار كي لا يتفتت البسكويت، فلو لم تكن تلك الثقوب موجودة لتراكم البخار داخل قطع البسكويت، وربما نحصل على بسكويت شهي لكن سيكون قوامه غريب الشكل. الغاية من وجود تلك الحواف الشبيهة بالصدف على بسكويت ريتز هي أن تتمكن من دحرجة البسكويت فوق الجبن للحصول على قطعة جبن مثالية تضع البسكويت فوقها. يمكنك الاستعانة بهذه الحيلة مع الجبن الطري فقط، ولا تجربها مع الجبن الصلب كالبارميزان. بمناسبة الحديث عن الجبن، ربما تبشر الجبن بوضع طبق أو لوح تقطيع أسفل المبشرة، لكن إليك هذه الطريقة المريحة أكثر. اقلب المبشرة التي بشكل صندوق وضعها بشكل جانبي، وهكذا ستحصل على شرائح مناسبة دون إحداث أي فوضى. لا يلتصق الغراء بزجاجته من الداخل لاحتوائه على جزيئات طويلة كالبوليمرات والماء، بمجرد الضغط على الغراء يتبخر الماء المحبوس بالداخل تاركا البوليمرات اللاصقة فقط. لا يلتصق الغراء فائق الالتصاق داخل الزجاجة بسبب مادة كيميائية خاصة تتصلب عند تصادمها مع بخار الماء.
لهذا لا يلتصق الغراء لأن العلبة تمنع دخول الماء. يصبح الخبز غير صالح للأكل بمجرد فقدانه للرطوبة. عندما تضيف الماء إلى الدقيق يتغير قوامه وتصبح جزيئات النشا غير منظمة إلى حد كبير، وهذا ما يجعل الخبز طريا وناعما عندما يكون طازجا. لكن كلما برد تزداد كمية الماء التي يفقدها، وتستعيد جزيئات النشا حالتها الأصلية المتبلورة. كذلك تحدث عملية إعادة التبلور في الثلاجة بسرعة أكبر. نعل حذائك الرياضي وحتى إطار سيارتك مجرد جزيء واحد ضخم، هذا لأنه عندما يقطع المطاط تتصل جميع الجزيئات ببعضها البعض من خلال الكبريت فتتحول إلى جزيء واحد وضخم. الجينز الذي ترتديه أزرق من الخارج وأبيض من الداخل نتيجة اتباع طريقة ذكية في نسج القماش. خيط السدى مصبوغ بينما خيط اللحمة ليس له لون، إنه أبيض فقط. وهكذا يقلل المصنعون من كمية الصبغة اللازمة لكل قطعة من الملابس. بالمناسبة معظم الجينز بلون أزرق لأنه كان مصبوغا في الأساس بصبغة بلون نيلي من صبغة زرقاء. اختيرت هذه الصبغة بسبب طريقة تفاعلها مع القطن. عند تسخين القطن تتغلغل معظم الأصباغ فيه، لكن تبقى صبغة نيلية ملتصقة بالسطح. لهذا في كل مرة يغسل فيها الأشخاص الجينز تفلت جزيئات الصبغة من القماش تاركة خلفها تصميما مميزا للملابس. يستخدم المصنعون اليوم الصبغة النيلية الاصطناعية. يملك الموز قشرة سميكة لإبعاد الحشرات، لكنها تصبح أرق كلما نضجت الثمرة، وبمجرد أن ينضج الموز بالكامل يبدأ في الحصول على الماء من قشرته. يمكن للطيور والحيوانات أيضا تمزيق القشر الرقيق بسهولة. عادة ما تكون المراحيض العامة على شكل الحرف يو لأسباب صحية، فبهذه الطريقة سيكون كل من يرغب في استخدام المرحاض أقل عرضة للمس السيراميك والتعرض للجراثيم. للمياه المعبأة تاريخ انتهاء صلاحية، لكن الماء نفسه لا يفسد. تكمن المشكلة في الزجاجة. مع مرور الوقت يبدأ البلاستيك بإطلاق مواد كيميائية تلوث الماء ليصبح شربه غير ممكن. لكن المياه المعبأة في عبوات زجاجية مدة صلاحيتها غير محددة تقريبا، ومع ذلك قد تؤدي بعض الظروف كالتغيرات في درجة حرارة الغرفة إلى زيادة طفيفة في نمو البكتيريا في الماء مما يجعله يفسد أيضا. وإن فسد كل شيء يبقى بإمكانك شرب الماء من الصنبور. هل هي مياه عذبة؟ عادة ما يكون الطعام الذي على متن الطائرة مالحا ومتبلا أكثر من الطعام الذي نتناوله على الأرض. تحتاج شركات الطيران إضافة المزيد من التوابل إلى جميع الأطباق لظروف تتعلق بالمكسورة، إذ يؤثر الهواء الجاف هناك مع تغير الضغط على طريقة إدراكنا للمذاق. وكما تعلم لا يقتصر الطعم فقط على براعم التذوق، بل يعتمد بنسبة 80% على الرائحة. لكن نظرا لأن مستقبلات الشم لا تعمل بالطريقة التي ينبغي أن تعمل بها بسبب هواء المكسورة الجاف، يصبح الطعام بلا مذاق إن لم نضف إليه المزيد من التوابل. تظهر الأوردة باللون الأزرق لأنها تحت الجلد، ويعمل الجلد على تشتيت الضوء الأزرق أكثر من الأحمر. كذلك تبدو البشرة المحيطة بالأوردة أكثر احمرارا من الأوردة ذاتها مما يزيد من التباين، وتظهر الأوردة أكثر زرقة. ومع ذلك ليس هذا سوى وهم، فالدم أحمر دائما صدقني. تبدو الطماطم الموجودة في المتجر شهية لكنها بلا طعم، لأنه على مدار 70 عاما الماضية اختار المزارعون الفواكه التي تنضج بشكل متساو وتبدو بمظهر أجمل يعجب الزبائن. لكن الطماطم البرية لها لون أخضر داكن ولا تنضج بالتساوي. ومع ذلك تحتوي الطماطم التي يزرعها المزارعون على طفرة صغيرة في جين واحد، وهذا ما يجعلها ملونة بشكل متساو، لكن لا يمكنها إنتاج البلاستيدات الخضراء بشكل صحيح. يغير هذا الجين عملية التمثيل الضوئي برمتها مما يمنحنا طماطم متساوية في اللون مع نسبة أقل من السكر في أنسجتها، لهذا يكون مذاق هذه الطماطم أشبه بمذاق الورق المقوى. يبدو أن العبرة من هذه القصة هي لا تحكم على الطماطم من لونها. المساحة الموجودة أسفل كوب النودلز هي في الأصل لحماية النودلز أثناء النقل. يطلق على هذه التقنية اسم التعليق الأوسط، فبهذه الطريقة تحمي النودلز أكثر مما لو كانت في كوب الستايروفوم، وتساعد النودلز أيضا على النضج بسرعة وبشكل متساو. لم تصنع العلكة في الأساس لتمنحك نفسا منعشا، بل كان يفترض بها أن تكون بديلا عن المطاط، لكن باءت تجربة المطاط بالفشل مما أتاح الفرصة لنسخة حديثة من العلكة. يجري حشو الشطائر بين شريحتين من الخبز للحفاظ على نظافة اليدين.
حسناً، على الأقل كان الأمر كذلك عند تحضير أول شطيرة. منذ عدة قرون لم أكن موجوداً آنذاك. طلب إيرل ساندويتش الرابع من رئيس الطهاء أن يطهو له شيئاً لذيذاً يمكنه تناوله دون مقاطعة حفلته، فوضع الطاهي اللحم الملفوف وجميع المكونات الأخرى في قطعة خبز لمنع اتساخ الطبق. وأخيراً تمثل جميع مكونات بيتزا مارغريتا أحد ألوان العلم الإيطالي، يمثل الريحان الشريط الأخضر والموزاريلا الشريط الأبيض، بينما تمثل الطماطم الشريط الأحمر. وإذا كنت تريدها ألذ، استخدم الطماطم القبيحة. داخل شوكة تقليب السباغيتي ليست مصممة لتصريف المياه فقط، بل هي أيضا أداة قياس رائعة لمقدار السباغيتي الكافي للفرد الواحد، إذ يلائم حجم الفتحة الكمية الموصى بها للطبق الواحد. لن يؤدي الضغط على زر إشارة المشاة دائما إلى ظهور علامة المشي. تنقسم تلك الأزرار إلى ثلاثة أقسام، يتطلب الأول الضغط عليه ولن يعمل الثاني، ويتطلب الثالث ضغط الزر لتنشيط علامة المشي بعد وقت معين خلال اليوم. يعتمد ذلك على المدينة نفسها والتوقيت والمنطقة التي توجد بها تلك المدينة. تمتاز عبوات ورق القصدير والأغلفة البلاستيكية بتصميم خاص لتثبيت اللفافة في مكانها. يعمل طرفا العبوة من الجانبين بمثابة قفل، اضغط على الطرفين للداخل وستبقى اللفافة داخل العبوة. الضغط المتكرر على زر إغلاق الباب في المصاعد الأمريكية لن يجعل باب المصعد يغلق بشكل أسرع. في عام 1990 اعتمدت الولايات المتحدة قانون ذوي الإعاقة الذي يلزم المصاعد بالتأكد من إتاحة الوقت اللازم لذوي الإعاقات لدخول المصعد. الوحيدون الذين يمكنهم تجاوز ذلك هم عمال خدمات الطوارئ أو صيانة المبنى، لديهم مفاتيح أو رمز خاص يتيح تشغيل زر إغلاق الباب. ها أنت ذا تستعد لمشاهدة حلقة جديدة من مسلسلك المفضل، وتجلس على الأريكة المريحة مع عبوة رقائق البطاطس، وتفتح الكيس، والآن عليك التقاط رقائق البطاطس المتناثرة في كل مكان. لقد تمزقت العبوة أكثر مما ينبغي، انتبه كي لا تجعل الوضع أسوأ. أحضر خرامة الورق واصنع فتحة في نهاية التمزق مباشرة، سوف يوقف ذلك زيادة مساحة التمزق بفضل الشكل الدائري للفتحة. يؤدي سكب العصير أو الحليب عندما يكون اتجاه الفوهة للأسفل إلى تأثير الغرغرة الذي ينثر السائل في كل مكان. للتجنب ذلك اقلب العبوة حتى يصبح اتجاه الفوهة للأعلى، سوف يسمح ذلك بتدفق الهواء بشكل أفضل وانسياب السائل بسلاسة أكبر. ينطبق الأمر نفسه على عبوات الوقود ذات الفتحتين، ليس الغرض منهما ملاءمة مختلف الأحجام، بل من المفترض أن تفتح غطاء الفتحة الثانية قبل وضع الوقود من العبوة من أجل منع تأثير الغرغرة. عادة ما ينتهي الأمر عند محاولة إخراج حبة نعناع من هذه العبوة الصغيرة إلى الحصول على 5 حبات، لا أمانع بكل تأكيد، لكننا نفعل ذلك بشكل خطأ طوال الوقت. توجد فتحة مدمجة في غطاء العبوة لها وظيفة أخرى غير المساعدة في إغلاق الغطاء بإحكام. اقلب العبوة رأسا على عقب وسوف تلتصق حبة نعناع واحدة في الغطاء. تغيير إعداد المنظم الحراري لمكيفات الهواء في الغالبية العظمى من المباني الإدارية لن يفعل أي شيء، وذلك لأن عناصر التحكم بالنظام تكون خارج أنابيب الهواء وليس داخل الجدران، لكن يظل وجود المنظم الحراري مهما للإيحاء بتغيير درجة البرودة أو الدفء. تسمح معظم المنظمات الحرارية بتغيير درجة أو 2 على الأكثر إذا كانت متصلة بدائرة التحكم من الأساس. تجعل الأواني غير اللاصقة التنظيف بعد الطهي سهلا للغاية، لكن ما يجعل الأواني غير اللاصقة عملية هي طبقة التغطية، لكن استخدام الأدوات المعدنية على المقلاة يزيد من احتمالية خدش أو تلف تلك الطبقة المقاومة للالتصاق، لذا من الأفضل اختيار الأدوات المصنوعة من الخشب أو البلاستيك. كم مرة سخنت طعامك داخل الميكروويف واضطررت لتقليب الطعام في الطبق ثم تسخينه مجددا لأن الطعام أصبح ساخنا من الحواف فقط بينما لا يزال باردا من المنتصف؟ لتجنب هذا الأمر إلى الأبد، اترك بعض الفراغ في منتصف الطبق مع توزيع الطعام نحو الحواف قبل وضعه في الفرن. تنبعث حرارة الميكروويف من الجدران، لذا من الطبيعي أن يستغرق تسخين الجزء الموجود في المنتصف وقتا أطول. وإليكم حيلة أخرى متعلقة بالميكروويف،
يمكنك كتم صوته. انظروا جيدا إلى لوحة التحكم بحثا عن زر كتم الصوت. إذا لم يكن موجودا يمكن الضغط مطولا على الزر 1 أو 0 أو زر الإيقاف أو الإلغاء. سيسفر ذلك إما عن كتم الصوت أو تنشيط خاصية القفل، لكنك ستكون وحدك في مواجهة النتيجة. تعمل أواني الطهي البطيئة عن طريق حبس الحرارة بالداخل وطهي الطعام تدريجيا على مدار مدة زمنية، لكن رفع الغطاء للتحقق من مدى التقدم في عملية الطهي يسمح بهروب الحرارة وزيادة مقدار الزمن المطلوب للطهي بشكل كبير، لذا لا تختلس النظر. ذلك الجيب الصغير في الجينز ليس مصمما للعملات المعدنية أو المفاتيح، بل كان مصمما في الأصل لساعة الجيب في 90ات القرن 19. وحول الجيوب توجد مسامير بارزة تساعد على تعزيز المناطق الحساسة الأكثر عرضة للتآكل والتلف في الجينز. قد يكون شطف الأطباق قبل وضعها في غسالة الأطباق بلا جدوى على الإطلاق. معظم غسالات الأطباق الحديثة مجهزة بمجسات داخلية تقيس مدى اتساخ الأطباق، ويسمح ذلك بغسل الأطباق بالكمية المناسبة من المياه. تخلص من أي بقايا أطعمة صلبة ونظم الأطباق بشكل صحيح، واترك غسالة الأطباق تتولى بقية المهمة. مراوح السقف ليست للطقس الحار فقط. يوجد مفتاح صغير بالأعلى يغير اتجاه دوران المروحة، يجعلها إعداد الصيف تدور عكس عقارب الساعة لسحب الهواء البارد للأعلى، بينما يجعلها إعداد الشتاء تدور باتجاه عقارب الساعة لدفع الهواء الدافئ للأسفل. السحاب المعدني به قفل مخفي مدمج. في المرة المقبلة عند ارتداء السروال أو البنطال أو التنورة لا يجب ترك مقبض السحاب موجها للأعلى. اضغط على شريط السحاب الصغير للأسفل حتى يغلق تلقائيا. عيدان تخليل الأسنان بها حامل مدمج حتى لا تتركها على الطاولة. اكسر الجزء العلوي وضعه على الطاولة. ضع العود بين النتوءين من جهة الطرف المدبب بكل تأكيد، وبذلك لن يلمس الطاولة ويتجنب كل الملوثات. يمكنك فعل الشيء نفسه مع عيدان الطعام. اكسر الجزء العلوي قبل أن تفصل بينهما. تأتي كل عبوة مشروب غازي مع شريط معدني يسهل عملية فتح عبوة مشروبك اللذيذ، وكل شريط به فتحة كبيرة نسبيا في الأعلى. تجعل هذه الفتحة وضع إصبعك أسفل الشريط لفتح العبوة أسهل، لكن الغرض الأساسي لها هو حامل للشفاطة. عليك تدوير الشريط فوق الفتحة ووضع الشفاطة عبر فتحة الشريط لتثبيتها. تلك النقرات الصغيرة في كرات الجولف تمنح الكرة قدرة رفع أكبر وتقلل من مقاومة الهواء، مما يعني إمكانية ذهاب الكرة لمسافة أبعد. تأتي تلك النقرات بأشكال دائرية وسداسية، وكل تغيير طفيف فيها يؤثر على أداء الكرة. هذا إذا كنت ممن يمكنهم ضرب الكرة بالقدر المناسب من الدقة والثقة. لست هذا الشخص أبدا. توجد فتحات على بعض أغطية الأقلام، وذلك له علاقة بالسلامة. إذا ابتلع شخص ما غطاء القلم بالخطأ أثناء وضعه في فمه، ستسمح له تلك الفتحة في الغطاء بالتنفس. عندما تطلب كوب مياه غازية من المطعم، عادة ما يأتي مع غطاء بلاستيكي. هذا الغطاء مفيد أثناء قيادة السيارة أو السير لمنع انسكاب المشروب، لكن يمكن استخدامه أيضا بمثابة حطاطة للكوب. اقلب الغطاء وضعه